بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، أهلا وسهلا بكم من جديد في برنامج بيروت الثقافة، والذي يبث من معرض بيروت الدولي للكتاب في العاصمة اللبنانية بيروت. عنوان هذه الحلقة من برنامجنا حركة الفكر من خلال التواصل مع روافد الثقافة. وضيفي في هذه الحلقة السيد إبراهيم السرور آل هاشم، مدير حوزة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام في لبنان. أهلا وسهلا بكم سماحة السيد في مجموعة الإمام الحسين الإعلامية. أهلا وسهلا بكم، ونتشرف بهذا الحضور المبارك وفي أجواء الثقافة وأجواء عالم الكتاب والوعي والفكر الإنساني والإسلامي عموما. ونحن في هذه الأجواء نستلهم منها الكثير من المعاني والكثير من الأمور التي تجعل الإنسان يعايش حركة الفكر الثقافية في جميع أحواله وفي جميع أموره. سمحت السيد، تفتلتوا أنتوا اليوم بالمعرض، معرض بيروت الدول الكتاب. قبل ما نبدأ بعنوان حلقتنا، شو هي أهم مشاهداتك في هذا المعرض الدولي 61؟ طبعا خلال تجواننا في هذا المعرض الدولي الذي نتمنى أن يكون حاضرا في كل سنة، حضورا فاعلا وحضورا قويا، يفترض بكل إنسان يرى هذا المعرض من خلال نظرته الثاقبة وثقافته وأفكاره وبحسب اطلاعه على منابع المعرفة وروافد الثقافة، أن يعيش الإنسان أجواء الكتاب وأجواء الكتب وأجواء العلم والثقافة، ويبني من خلال ذلك التطلع ما يمكن أن يبنيه أي إنسان عندما يكون إنسان طموحا في أن يكون إنسان عالم، في أن يكون إنسان مثقف، في أن يكون إنسان واعي ومدرك لكل القضايا الحياتية التي من شأنها أن يعني تصيب الإنسان في عقله، فتقدم من الحركة الفكرية للإنسان وتنمي وعيه الذاتي، لأن هذا التغيير مطلوب على المستوى القرآني وعلى المستوى الفكري والثقافي، وهذا الذي نجد أن القرآن الكريم ركز عليه بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير الذاتي والتغيير النفسي والشخصي إنما هو يحصل من خلال القراءة الواعية ومن خلال التطلع الثقافي الذي يواكبه الإنسان من خلال قراءاته للكتب ومن خلال قراءاته الثقافية المتنوعة. وهذا ما نراه وهذا ما نجده عندما نتجول في هذه الأجنحة وفي هذه المعارض التي تشكل وتعد كنزا لكل إنسان يريد أن يستلهم من نمير العلوم الثقافية والفكرية والدينية والإنسانية. سمحت السيد، أنتم دخلتوا على صلب موضوعنا وهو الفكر والثقافة ومنابع المعرفة. كيف ننظر إلى حركة الفكر والثقافة ومنابع المعرفة من عدة زوايا سمحت السيد؟ يعني طبعا إذا أردنا أن ننظر إلى الزوايا التي لها علاقة مباشرة بحركة الفكر والمعرفة والعلم والثقافة عند الإنسان، نحتاج إلى الكثير من الكلام حول هذا الأمر، ولكن يعني بنحو مختصر ومقتضب ورجاء عدم الإطالة، نقتصر على بعض الزوايا التي يمكن أن تنمي هذه الروافد عند الإنسان، أي روافد الثقافة ومنابع المعرفة. من هذه الزوايا، الفلاسفة لديهم مصطلح ما يعبر عنه عندهم بالحركة الجوهرية. هذه الحركة الجوهرية لها علاقة بذات الإنسان وبنفس الإنسان، فهذا الإنسان الذي
يتحرك داخله وتتحرك روحه، هذه الروح تتحرك وتتفاعل هذه الروح بمجرد أن يأتي الإنسان فيقرأ كتابا معينا. عندما يستلهم الإنسان نورانية الفكر والثقافة فيتفاعل مع هذه الثقافة، وهذه النورانية تدخل إلى صميم قلبه وإلى صميم ذاته وداخله، وعلى هذا الإنسان فكر الإنسان من هذا الباب يتحدد بناء على هذه الثقافة التي يأخذها والتي بالتالي ينميها. القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى عند قوله تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه. يقول إمام الصادق عليه السلام حول تفسير هذه الآية: أي علمه الذي يأخذه عمن يأخذه. يعني الإنسان يستطيع أن يستلهم الثقافة، ولكن ليست أي ثقافة هي تنمي الفكر الإنساني. هناك بعض الثقافات التي يعني الإنسان عندما يتماشى معها يغرق في مستنقع الضلال والجهل والانحراف، ونحن نريد من الثقافة الإنسانية هي الثقافة التي تربي الإنسان على مستوى العقيدة والفكر والأخلاق، والتي تنعكس إيجابيا على سلوك الإنسان. إذا كانت الثقافة صحيحة فهذا السلوك لابد أن يكون صحيحا بالنسبة إلى الإنسان، وإذا كانت الثقافة فاسدة فلابد أن يكون هذا السلوك فاسدا تبعا لهذه الثقافة الفاسدة. وعلى هذا الأساس أسس الفلاسفة هذه أو هذا المصطلح ما يعبر عنه بالحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية هي الحركة الذاتية والداخلية في داخل الإنسان وفي قلب الإنسان التي يتفاعل معها الإنسان عندما يستلهم شيئا من خارج الذات، فتتفاعل الذات معه. وعلى هذا الأساس يمكن للإنسان أن ينمي ويطور علمه ونفسه وروحه، فلا يكون كالماء الآسن. هذا الماء الآسن عندما نجده في منطقة معينة أو في بقعة معينة لا يتغير هذا الماء، بل هذا الماء يتأثر تبعا للبيئة الموجودة والحاضرة وتبعا للرواسب التي تتعلق بداخل هذا الماء الآسن. أما إذا كانت مياه الإنسان متحركة ومياه الإنسان راكدة، هذه المياه تؤثر إيجابيا على حركة الإنسان على مستوى الفكر والوعي والثقافة. لذلك عندما يريد الإنسان أن يقبل على العلم وعلى أن ينور ذهنه وعقله بالثقافات المتنوعة، ينبغي أن تكون هذه الثقافة ثقافة صحيحة ومن منابعها وروافدها الأصلية. ونحن نعلم أن الرافد الأصلي والمنبع الصحيح لعلوم الإنسانية جمعاء هي مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ألا وهي مدرسة علوم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: شرقا وغربا، فإنك لن تجد علما صحيحا إلا خرج من عندنا أهل البيت عليهم السلام. وهذا ما كان يشير إليه الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه عندما كان يقول في أخريات أيام حياته ويشير إلى صدره ويقول: سلوني قبل أن تفقدوني. ولذلك هذه العلوم فتح لنا بابا رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن على أعتاب ذكرى المولد النبوي الشريف لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، النبي صلى الله عليه وآله حدد لنا هذا الباب والمفتاح الذي يوصلنا إلى كنوز المعرفة، ألا وهو باب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها. فباب الثقافة هو علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يمثل كل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا أردنا أن نغوص في عالم الفكر والثقافة الإنسانية المتنوعة فلا بد لنا أن نأخذ من مدرسة أهل البيت، أي مدرسة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. أحسنت سماحة السيد، دائما غذائنا الروحي والنفسي نأخذه من أهل البيت، وعلومنا فقط نستلهمها من محمد وآل محمد. لذلك سماحة السيد خلينا ندخل شوي على موضوع أهمية الثقافة من خلال الترقي في المعرفة والضمان من الانحراف، لأننا نجد اليوم كثير من الانحرافات العلمية موجودة وقد تفشت للأسف في مجتمعنا الشيعي خاصة في لبنان والدول العربية.
القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر بشكل واضح، يقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الإنسان الذي يستمع إلى العلم وإلى الثقافة وإلى الأقوال من سائر العلوم، ينبغي لهذا الإنسان أن يميز بين الصحيح وبين الفاسد، ينبغي لهذا الإنسان يعني أن يمتلك القدرة على تمييز الثقافة. ومن أهمية الثقافة ومن شروط الثقافة والعلم وأخذ هذه الثقافة من منابعها ومن روافدها الأصلية أن يميز الإنسان بين الغث والسمين، أن يميز الإنسان بين الصحيح والفاسد. على هذا الإنسان، على هذا الأساس، يجب على الإنسان أن يمتلك قراءة واعية لكل ما يتطلع إليه من فكر ومن معرفة، وكل ما يتطلع إليه في عالم الثقافة. فإذا أتينا إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام، نجد بأن مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي مدرسة تعنى بهذا الجانب. الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه كان يركز على هذا الأمر عندما كان يقسم العلوم، يقول صلوات الله وسلامه عليه: العلم قسمان، علم مطبوع وعلم مسبوع وعلم مسموع، ولا ينفع المطبوع أو المسموع دون المطبوع. فالإنسان يجب أن يركز على ماذا؟ على هذا العلم المطبوع في داخله، لا أن يتقبل الإنسان تقبل عشواء وبشكل فوضوي أي شيء يرد على ذهنه وأي شيء يرد على فكره وعقله وثقافته. فعندما نريد أن نبني أنفسنا على مستوى الذات وعلى مستوى العلم وعلى مستوى الثقافة، فيجب أن تكون الثقافة من بابها الصحيح ومن معينها الصحيح. وعلى هذا الأساس فإن أمير المؤمنين صلوات الله عليه حدد هذا الأمر، والإمام الصادق عليه السلام يقول: علموا أولادكم ما ينتفعون به، علموا أولادكم ما ينتفعون به. يعني هناك ثقافة يمكن للإنسان أن ينتفع بها، وهناك ثقافة يمكن أن تضر بالإنسان وأن تؤذي، أن تؤذي الإنسان وأن يعني تهوي بالإنسان إلى المزالق التي لا يحمد عقباها. وعلى هذا الأساس يقول إمام الصادق عليه السلام: علموا أولادكم من علومنا ما ينتفع به، حتى لا يلجؤون إلى المرجئة. فلذلك هناك بعض التيارات المنحرفة التي تريد أن تسوق الإنسان إلى المهاوي وإلى المزالق التي لا يحمد عقباها. ونحن اليوم في مجتمعنا المعاصر وفي هذا العصر نحن في أشد البلاء على مستوى الاستهلاك من الثقافات الغربية. فنحن نستهلك الثقافة العلمانية والثقافة الليبرالية والثقافات المشبوهة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الثقافات هي التي تأخذ بالإنسان إلى المهاوي، وهي التي لا تحمل إنسان ولا تشكل حصانة بالنسبة إلى هذا الإنسان المثقف والواعي والذي يدعي الوصل والاتصال بمدرسة أهل البيت، عندما ينهل من هذه الأفكار ويتأثر بهذه التيارات الفاسدة. فإذا علينا أن لا نتأثر بهذه الحركات وهذه التيارات العلمانية والليبرالية التي هي مليئة ومفعمة بأجوائها وبألوانها وبقضاياها بأمور لا تنفعنا لا على صعيد الدنيا ولا على صعيد الآخرة. أحسنت سماحة السيد. سماحة السيد، ما هو المقصود بالبناء الفكري، وهل يقتصر على الجانب الديني العقائدي والأخلاقي، أو هناك جوانب أخرى يجب أن نتطرق إليها في البناء الفكري؟ طبعا هذا المصطلح، ألا وهو مصطلح الثقافة، هو مصطلح عام يشمل جميع الثقافات الإنسانية على تنوعها، يعني وهذا أمر لا يتعلق بالجانب العقدي ولا يتعلق بالجانب الديني أو الأخلاقي. فكل ما كان بمعيار القيم والمبادئ ووفق ضوابط الإنسانية والعلوم الإنسانية الصحيحة، فهذا أمر لا يمكن أن يختلف فيه إنسان عاقل. فهذا الأمر يمكن للإنسان أن
يحدده وفق هذه الضوابط ووفق هذه المعايير التي يراها. هناك بعض الضوابط التي عندما يضعها الإنسان نصب عينيه يستطيع من خلالها أن يصل إلى تحديد الثقافة التي تفيده وتحصنه من الضلال وعدم الوقوع من الانحراف. أهم أمر لهذا الإنسان أن يؤمن نفسه ويحصن نفسه من عدم الوقوع في الضلال وفي الانحراف، لأن هناك مجموعة كبرى من الثقافات التي تعمل على وأد طبيعة الإنسان وذات الإنسان وفطرة الإنسان وعلوم الإنسانية التي تخدم الإنسان، لتستبدلها بعلوم تقضي وتدمر الإنسان دمار نهائي. ونحن أحوج ما نحتاج إليه هو هذه العلوم التي لها علاقة مباشرة ببناء الإنسان بناء فكريا وذاتيا وحضاريا وإنسانيا. ولذلك عندما ومن منا لا يتمنى أن يكون لديه هذا البناء الثقافي الحضاري العالي الشامخ، كل إنسان يتمنى أن يكون لديه هذا البناء الثقافي والحضاري. وإذا أردنا من خلال حركة الفكر وبناء الفكر الإنساني، إذا أردنا من خلال ذلك أن نبني الحضارة الإنسانية وأن نبني أنفسنا وذواتنا، علينا أن نعود إلى منابع المعرفة، وعلينا أن نعود إلى ماذا؟ علينا أن نعود إلى حركة الفكر الصحيح عند الإنسان. فالحركة الفكرية والثقافية عند الإنسان عندما تكون مختلة وغير متوازنة، فإنها بالتالي توقع الإنسان في غرائب الأمور وفي شبهات المسائل والعقائد والانحرافات. إذن كل علم ما دام يسبو بهذا الاتجاه، وكل علم ما دام يستطيع أن يحقق الغرض من بناء الإنسان على المستوى الفكري والثقافي والديني والأخلاقي والعقائدي، هذا العلم هو العلم الصحيح الذي نريده والذي يريده الله والذي يريده أهل البيت، ويتوافق مع مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. أحسنت سمحت السيد. أنا باسم مجموعة الإمام حسين الإعلامية وقناة الإمام حسين الفضائية أشكر لكم زيارتكم هذه إلى جناح المجموعة في معرض بيروت الدولي، وأتمنى لكم أمسية ثقافية مميزة إن شاء الله في هذا المعرض. مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية مستمرين معكم من معرض بيروت الدولي، وضيف آخر ضمن برنامج بيروت الثقافة.